وضع بايرن ميونخ قدما في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه العريض ليلة أمس على لاتسيو الإيطالي بأربعة أهداف مقابل أهدف في ذهاب دور 16. وسجل أهداف البايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإنجليزية الشاب جمال موسيالا ولوروا ساني وفرانشيسكو أتشيربي لاعب لاتسيو بالخطأ في مرمى فريقه، فيما سجل الأرجنتيني خواكين كوريا هدف لاتسيو الوحيد. هذا وسيقام لقاء الإياب في 17 من شهر أذار المقبل. دوري أبطال أوروبا بطولة لها مكانة متميزة لدينا، لكننا أردنا تعويض ما حدث في المباراتين الأخيرتين في الدوري الألماني. أردنا أن نبرهن رغبتنا في الانتصار منذ صافرة البداية. أردنا الضغط مبكرا على الخصم وإجباره على ارتكاب أخطاء واستعادة الكرة منه بأسرع فرصة ممكنة. استثمرنا فرصنا على أفضل وجه، ولذلك قدمنا أداء عظيما وحققنا انتصارا مستحقا. أما في اللقاء الثاني فقد منح المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الفوز لفريق تشيلسي الإنجليزي على أتلتيكو مدريد في المباراة التي أقيمت على ملعب بوخارست باعتبارها أرض أتلتيكو. وسجل جيرو هدف المباراة الوحيد من ضربة مقصية رائعة بعد عودة الكرة من مدافع أتلتيكو، حيث احتاج الهدف للعودة إلى تقنية الفيديو من أجل احتسابه. هذا وسيتجدد اللقاء بين الفريقين في لقاء الإياب على ملعب ستانفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن الشهر المقبل. أنا سعيد جدا بلاعبي فريقي وهذه المكافأة الكبيرة منهم التي تجلت في النتيجة. تؤكد هذه النتيجة أننا قدمنا أداء مميزا. ما كان مهما هو أننا حافظنا على تركيز كامل ل 96 دقيقة. واجهتنا صعوبات في تهيئة الفرص، لكننا نجحنا في تحقيق انتصار مهم بهدف جميل من جيرو. والحديث عن مباريات الأمس في دوري أبطال أوروبا ينضم إلينا عبر سكايب المحلل الرياضي طلحة أحمد. أستاذ طلحة مساء الخير. يعني رغم التعثر محليا في آخر مباراتين على المستوى المحلي، بايرن ميونخ يثبت أنه رقم صعب، ضرب لاتسيو بقوة. هل برأيك تعتبر نتيجة منطقية مع فريق لاتسيو الذي يلعب للمرة الأولى في الأدوار الإقصائية؟ في البداية تحياتي لك كابتن مهند ولجميع المستمعين والمشاهدين الكرام. طبعا بلا أدنى شك هي النتيجة منطقية والنتيجة متوقعة، ولكن الشيء المفاجئ أنه من بعد النتائج السلبية والتعثرات لبايرن ميونخ على المستوى المحلي، كنا نتوقع أنه بايرن ميونخ واجه صعوبة خصوصا أمام لاتسيو. لاتسيو فريق مش سهل، أي نعم هو فريق مش مرشح وفي فرق كبير بالأسماء والإمكانيات، ولكن ظننا أن البايرن ممكن تواجهه بعض المشاكل والصعوبة خصوصا بالجانب الدفاعي لبايرن ميونخ تحت القوة نسميها قوة هجومية موجودة عند لاتسيو على مستوى الدوري. ولكن الشيء الغريب أنه هذا الشيء ما حصل أبدا، وكانت مباراة سهلة على بايرن ميونخ. استفاد أيضا بايرن ميونخ من الأخطاء الدفاعية الكبيرة والكثيرة اللي حصلت بلاتسيو، فلاتسيو كان فقد التركيز، ويبدو أنه الخوف من قوة وجبروت بايرن كرة القدم كان شيء واضح عند لاعبي لاتسيو. طب أين الخطأ الذي ارتكبه إنزاغي في هذا اللقاء؟ يلعب مع أقوى الفرق ولكنه أيضا يعتبر أقوى وأشرس الفرق على المستوى الدفاعي، انهار تماما. أين أخطأ إنزاغي؟ ظروف المباراة ما ساعدت إنزاغي. يعني إنزاغي مباراة أمام بايرن ميونخ أهم شيء أنه يمر شوط، أقل شيء شوط 20 دقيقة 25 دقيقة 30 دقيقة ما تستقبل هدف، خصوصا أنك أنت بتلعب على أرضك. لما تلعب على أرضك أنت مجبر أنك أنت تهاجم ويعني ما تلعب بأسلوب دفاعي، خصوصا لما تستقبل هدف. فمشكلة الخطأ الدفاعي اللي حصل بالهدف الأول هو اللي بعثر حسابات إنزاغي. مش كثير إحنا بنلوم إنزاغي على كيفية يعني نتكلم عن تحضير المباراة أو تدخلات في المباراة أو إدارة المباراة، لأنه بيلعب أمام هو أكثر فريق مرشح اسمه بايرن ميونخ. نعم. والظروف أبدا ما ساعدته بسبب أخطاء دفاعية حصلت بالجملة، ما بيتحمل إنزاغي المسؤولية. نعم. طب نذهب إلى المباراة الأخرى، تشيلسي وأتلتيكو مدريد. الجميع تابع هذه المباراة، ربما لم نتوقع النتيجة لأنه صعب التوقع. جيرو بهدف مقصي يهدي توخيل الفوز الأول له قاريا رفقة تشيلسي. كيف برأيك نجح المدرب الألماني بإيقاف دييغو سيميوني وكتيبته المعروفة بقوتها؟ مباراة الأمس بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد من الممكن نتكلم عن فشل سيميوني أكثر من نتكلم عن نجاح توخيل. على الرغم من توخيل قدم مباراة جيدة، شجاعة ونزعة هجومية، سيطرة وجرأة والطمع في الثلاث نقاط والحصول على الفوز أو تحقيق الفوز وعدم استقبال أهداف وتسجيل أهداف في أرض أتلتيكو مدريد، كل هاي الأمور تحسب لتوخيل بالإضافة لإدارة المباراة والتدخلات من المدرب
ولكن الجانب السيء كان بالمباراة أو الجانب الأكثر إثارة للجدل هو جانب أتلتيكو مدريد اللي لعب بالأمس بست مدافعين على أرضه في مباراة ذهاب دور يعني نتكلم عن دور الأبطال، مباراة دور الأبطال، ومع ذلك بيلعب بست مدافعين بيخسر المباراة من دون نجاعة هجومية. أي نعم كانت الصلابة الدفاعية موجودة، ولكن عنوان المباراة الأبرز كان هو رهان خاسر على الأسلوب الدفاعي في دوري الأبطال، وخصوصا سيميوني اللي دفع كثير، دفع ثمن هذا التعنت والإصرار على هذا الأسلوب. طيب متى برأيك سيعود دييغو سيميوني مع فريق أتلتيكو مدريد من رحلته السلبية ويعود للطريق الصحيح مرة أخرى؟ الآن الأمور ما انتهت، احنا ما بنقدر نحكي انه تشيلسي وضع قدم في الدور القادم، لأنه نتكلم عن أتلتيكو مدريد. من الممكن أتلتيكو مدريد يلعب نفس الأسلوب ويفوز، ولكن إيش راح نحكي؟ راح نقول إنه أتلتيكو مدريد خدموا الحظ إنه ما أخطأش دفاعه لمدة 180 دقيقة أو 90 دقيقة. ولكن الطريق الأسهل لسيميوني، خصوصا بطبيعة اللاعبين اللي بيمتلكهم سيميوني، شيء غريب جدا. بالأمس لما كان فريق أتلتيكو مدريد يمسك الكرة، يمتلك الكرة، يداور الكرة، يسيطر على الكرة، تشوف مدى التفاهم والانسجام والتناغم والمهارات اللي بيمتلكها لاعبيه. فهذا هذا الفريق يجب أن يلعب بنزعة هجومية جرأ أكثر، ورح يحقق نتائج إيجابية أكثر. وأنا على تحدي وعلى رهان لو بالأمس أتلتيكو مدريد لعب كند هجومي ممكن حصل نتيجة إيجابية من غير التحفظ الدفاعي. نعم. طب نعم. ابقى معي طلحة، سنذهب إلى مباراة هذه الليلة حيث تختتم الليلة منافسات دور ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا بإقامة مواجهتين مهمتين، حيث سيكون ريال مدريد أمام اختبار صعب عندما يواجه أتلانتا الإيطالي المهاجم، فيما يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على بروسيا مونشنغلادباخ. فلنتابع. سيكون عشاق كرة القدم مع ليلة كروية أوروبية مميزة عندما تستأنف منافسات دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بإقامة مواجهتين، حيث يحل ريال مدريد الإسباني ضيفاً على أتلانتا الإيطالي، فيما يستقبل بروسيا مونشنغلادباخ الألماني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي. البطل التاريخي للمسابقة ريال مدريد سيكون أمام اختبار صعب أمام مضيفه أتلانتا، خصوصا في ظل الإصابات التي عصفت بتشكيلة الفريق والتي جعلت زيدان في وضع لا يحسد عليه، حيث سيفتقد زيزو إلى خدمات قائد الفريق راموس وإلى جانبه نجوم الدفاع كارفخال ومارسيلو وميليتاو، بالإضافة إلى غياب فالفيردي ورودريغو وأخيراً هازارد وبنزيما، إلا أن النادي الملكي سيعتمد على خبرته الكبيرة في المسابقة القارية التي توج بلقبها 13 مرة. أما أتلانتا الذي يتمتع بخط هجوم كاسح سيحاول جاهداً استغلال الغيابات العديدة في الميرينغ لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الحصول على بطاقة العبور للدور ربع النهائي قبل لقاء الإياب، إذ يعتمد جاسبريني على خط هجوم مميز مكون من زاباتا وموريل ونجمه الألماني جوسينس. في المواجهة الأخرى سيحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا ثقيلا على بروسيا مونشنغلادباخ الألماني في لقاء سيسعى خلاله رجال غوارديولا لمواصلة النتائج المميزة التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم، حيث يمتلك السيتيزنز القدرة على المنافسة على اللقب الذي لم يسبق للفريق أن توج به من قبل، خصوصا في ظل وجود تشكيلة مميزة من النجوم وعلى رأسهم دي بروين وغوندوغان، بالإضافة إلى رحيم ستيرلينغ ورياض محرز. من جانبه سيكون مونشنغلادباخ أمام اختبار صعب تحديدا بعد فشله بتحقيق أي انتصار في آخر 5 مواجهات في البوندسليغا، حيث يدرك المدير الفني للنادي الألماني ماركو روزا أن الكفة تميل لصالح ضيفه بعد أن وصفه بأنه أفضل فريق بالعالم في الوقت الحالي، إلا أنه يعول على النتائج الجيدة التي حققها الفريق في دور المجموعات وتخطيه لمجموعة صعبة ضمت ريال مدريد وإنتر ميلان وأخيرا شختار الأوكراني. إذا نعود إليك طلحة من جديد ومباراة الليلة، ربما التقرير أعطى تفصيل عن الفرق الأربعة. نبدأ مع ريال مدريد مثقل بالإصابات ويلعب مع أتلانتا الفريق الهجومي مع جاسبريني، كيف سيقود زيدان هذا اللقاء برأيك مع كثرة هذه الإصابات؟ مباراة توقيتها صعب جدا بالنسبة لزين الدين زيدان، توقيتها صعب، يعني ريال مدريد مباراته صعبة لعدة أسباب. أول سبب أنه ريال مدريد بعاني أمام أي فريق بواجهه على مستوى الدوري، على مستوى دوري الأبطال، كان فريق متوسط قوي ضعيف بعاني ريال مدريد، هذا سبب.
حتى في ظل وجود الأسماء الموجودة، ريال مدريد هذا الموسم لا يعتبر أنه بيعيش ظروف جيدة حتى مع وجود الأسماء. ثاني شيء الإصابات، الإصابات طبعا بتعصف بالفريق. بنتكلم تقريبا عن تشكيل كامل، تشكيل كامل يعني هو تقريبا 9 لاعبين عن تشكيل كامل، وبالتالي لابد أن يكون هذا الموضوع مؤثر. ولكن يبقى الموضوع الأهم بريال مدريد هو عامل الخبرة، وهذا الشيء اللي بيفتقده أتلانتا. موضوع طبعا في فرق كبير بعامل الخبرة بين لاعبين أغلبهم فايزين دوري الأبطال وبهاتريك أبطال أصلا، خصوصا الموجودين بخط الوسط. فهي معركة خط الوسط، وأعتقد أنه إذا في توازن من الممكن يحصل بين ريال مدريد وأتلانتا هو خط الوسط اللي بيمتلكه ريال مدريد، كاسيميرو، مودريتش وأكروس، وخصوصا اللاعب مودريتش. أنا بتوقع أنها راح تكون أهم مباراة بالنسبة لمودريتش. صفات اللاعب مودريتش هي الصفات اللي من الممكن تكشف أو تخلق ثغرات ومشاكل كبيرة في دفاع أتلانتا. نتكلم عن مهارة التحكم بالكرة، التحكم الموجه، بالخروج من تحت الضغط، هاي كلها المهارات بيمتلكها اكثر من لاعب، وخصوصا اللاعب مودريتش. جاسبريني وخطته بالهجوم باكبر عدد من اللاعبين والهجوم السريع، وشاهدنا هجومه في اللقاء الاخير بالرباعيه امام نابولي. هل برايك يستطيع ان يصطاد، هل يمكن ان نستخدم هذه الكلمه، يصطاد ريال مدريد بكثره اصاباته بنتائجه الخجوله في المباريات الاخيره رغم التاريخ الكبير لريال مدريد؟ نعم، هلا الشيء المنطقي اذا اتلانتا اليوم لم يسجل هدف وهدفين في ريال مدريد، بنشوف انه في شيء مش منطقي بكره القدم. يعني نتكلم عن قوه هجوميه ضاربه بالنسبه لاتلانتا، المباغته والهجوم على الاطراف والمساحات النصفيه مع وجود 3 لاعبين في المناطق الاماميه امام واحد من الدفاعات الهشه. ريال مدريد بيمتلك دفاع هش امام بلد الوليد. في الاونه الاخيره كان افضل لاعب في مباراه بلد الوليد بريال مدريد هو الحارس كورتوا. نتكلم عن منظومه اصلا مخترقه. إلا إذا كان ريال مدريد اليوم بشكل مغاير تماما وأتلانتا بشكل مغاير تماما، من الممكن أنه أتلانتا، ولكن المنطق يقول أنه أتلانتا لازم يسجل هدف أو هدفين. ولكن ريال مدريد بيلعب على أرض المنافس، وإحنا بنعرف تأثير أنك تلعب مباراة الذهاب على أرض المنافس بتسجيل الأهداف. يعني ريال مدريد لو استقبل هدفين ولكن سجل هدف، هذا شيء مهم جدا. نعم، المشكلة الأكبر بريال مدريد أنا بشوفها مش المشكلة الدفاعية، أبرز أو أكبر المشاكل الموجودة بريال مدريد هي المشكلة الهجومية. تسجيل هدف هدفين، هل ريال مدريد يستطيع تسجيل هدف هدفين بأتلانتا على الرغم من المشاكل الموجودة بأتلانتا دفاعيا؟ أتلانتا احنا بنعرف أتلانتا كل مشاكله دفاعية يعني. نعم نعم. طب نذهب إلى المباراة الثانية، السيتيزنز متصدر الدوري بدوري يواجه مونشنغلادباخ ثامن الترتيب. على الورق يعني المانشستر سيتي بقيادة غوارديولا هو الأقرب للفوز بهذه المباراة. برأيك هل يقدر على حسم المواجهة في ذهاب المباراة هذه الليلة، ولا مواجهات دوري الأبطال تختلف تماما عن مواجهات الدوري؟ مونشنغلادباخ سيكون مختلف في هذا اللقاء بالأخص مواجهات دوري الأبطال وبالأخص مانشستر سيتي. احنا بنعرف انه مانشستر سيتي من الممكن بأي لحظة يطلع من دوري الأبطال، لانه هو فريق فيه عليه كثير من علامات الاستفهام. كيف الفريق هذا اللي عجبنا وأبهرنا وقدم كرة قدم خالية من العيوب والشوائب في الدوري في الآونة الأخيرة، هاي اول مباراة له من بعد الصحبة راح يقدمها بدوري الأبطال. نعم، واحنا بنعرف بيبي غوارديولا عنده مشكلة بدوري الأبطال، في تغييرات بالتشكيل، في تغييرات بالأسلوب، فالموضوع بصراحة مش مضمون. على الرغم ان انا كمحلل أداء بشوف انه اكثر من 99% بتصب التوقعات للمنطق وكل شيء بصب لصالح مانشستر سيتي. نعم، ولكن تبقى انه هو انا بالنسبه لي هو اول مباراه للسيتي في دوري الابطال من بعد صحوه السيتي في الاونه الاخيره. التحسن الدفاعي، التنظيم الهجومي، النزعه الهجوميه، التوازن، مستوى اللاعبين، تغييرات بالثبات على التشكيل، أيضا كل هذا حصل. لا ننسى انه ايضا مونشنغلادباخ في دوري المجموعات حقق نتائج جيده عندما تاهل ثاني المجموعه مع ريال مدريد والانتر على ما اذكر. نعم، كان الوضع مختلف. جلادباخ في بدايه الموسم قدم نتائج جيده وكان من الفرق المرشحه للمنافسه بايرن ميونخ بالدوري الالماني. حتى لما طلعت القرعه احنا قلنا المنافس الاول لريال مدريد من ممكن نفسه على الصداره هو جلادباخ مش انتر ميلان من كثر ما هذا الفريق ما. ولكن حاليا الفريق بمر بفتره سيئه، مركز ثامن بالدوري، ومدربه اعلن انه الموسم القادم مش هو اصلا، هذا فريق منظومه. نعم، وبالتالي بيعيش حاله توتر وارباك. المدرب اعلن انه راح يكون مدرب لبروسيا دورتموند في الموسم القادم، لا على مستوى النتائج ولا الاداء، ولكن من الممكن انا بشوف ان هاي المواجهه من الممكن تكون مواجهه ممتعه، 180 دقيقه راح نستمتع فيها من خلال الافكار اللي يعتمد عليها كلا المدربين. اذا سنتابع مباراه الليله ونعرف النتائج. بأشكرك جزيل الشكر طلحه احمد المحلل الرياضي، كنت معنا ضيفا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.